في قصة حدثت في 1988 حديثة، يعني أن هناك رجل يدعى الحاج دفع من تهالة، كان يرعى الغنم، كان يرعى الجمال، ولما اقترب من الوادي القريب من كهف الجنون تحديدا عند بئر الكياس وجد جنود نزلوا من السيارات ومعهم أسلحة ومعهم عتاد، واعتقد الحاج دفع أن هذه الجنود عبارة عن كتيبة، لكن لاحظ أن الجنود كل مرة يزيدوا في الكثرة. اقترب خداه وضع الانبطاح واقترب منهم. لما اقترب منهم سمع أن اللغة اللي يتكلموا بها لغة كأنها تمتمع وتختلف عن لغة البشر، ويحكي الحاج دفة أن عند هذه اللحظة رجعت له ذاكرته أن هؤلاء جان، فعلى طول الحاج دفة خاف وأخذ يركض إلى تهالة مسافة تقريبا 22 أو 23 كيلو. لما وصل لحوشة الداخ على طول وتورمت رجلاه. هذه حكاية. وفي حكاية أخرى أن هناك رجل يسوق في سيارة مر جنب الطريق، ركب معه راجل، الرجل هذا طويل ويلبس أبيض، والسواق يحكي في حكاية الجان لهذا الرجل ويقول له يحكى أن هذا كاف الجنون، يعني مرات واحد يمر على طريق كاف الجنون يتعرض لأحداث يصير منها جان، ويأكدوا أن هالجان أرجله تختلف عن أرجل الإنسان. والسواق لم يلاحظ أن هذا اللي معاه ما هوش بشر، فرفع رجله الراكب إلى ويوري الرجلة للسواق ويقول له زي أو مثل هذين الأرجل. ورفع لما رفع الملابس من تاعه لاحظ السواق أن أرجله حشاك زي الرجل حشاك الحمار، فالسواق على طول يعني ما خاف، سمى قال بسم الله الرحمن الرحيم، فاختفى الرجل من السيارة. ويحكى أيضا أن في بئر يحفروا فيه، يعني يبوا يأكدوا أن هذه المنطقة منطقة آمنة، يحفروا في بئر يعني بحفارة، داروا غرفة، السواق الخفير من تاع الحفارة اللي موجودة جنب كاف الجنون في الليل يسمع في الدقات على الباب، فلما يفتح ما يلقى شيء. وأيضا قال لهم يراه في الليل لما يجي النوم في منتصف الليل أنا نشبح في ناس يخشوا إلى كاف الجنون، وأيضا يشاهد الأنوار في كاف الجنون. وهناك روايات وقصص كثيرة عن كاف الجنون، ويعتقد الغاتيون أن هذه الروايات صحيحة لأنها رويت على ألسنة ناس صادقين.